وخلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك عددا من القرارات بشأن تحسين أوضاع المرأة المصرية. تضمنت قرارات الرئيس السيسي تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، فضلا عن إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. وبالصدق أقول لكم كمواطن مصري مهتم بأحوال هذا الوطن وشعبه، إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل، وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذل قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات. واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل. التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.